هو مبدئيا الاستراتيجيه بتاعت العمل بتاعت التامين بتاعت المحطه استراتيجيه ثابته، سواء قبل يشتغل او ما يشتغلش، كلها عباره عن منافس داخل المحطه بيتم تامينها. ولكن طبعا عشان التشغيل بيبقى فيه اقبال كتير، فبيتم تكثيف الخدمات، بيتم تعميم الخدمات وتعيين خدمات اضافيه عشان نتاكد تماما من دقه التامين. النهارده ان شاء الله وبحمد الله تم تشغيل الخطوط قبلي تمام بواقع 7 قطارات ب14 رحلة ابتداء من 6:30 صباحا، والحمد لله ربنا كريم عداه على خير الحمد لله. والتأمين زي احنا ما قلنا قبل كده دي عبارة عن استراتيجية عمل ثابتة بيتم فيها التنسيق مع الإدارة والإدارة العامة السيد مساعد الوزير شرطة نقل المواصلات ومع وزارة الداخلية طبقا للخطة المعتمدة من الوزارة. بيتم فيها استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المعادن والمفرقعات ودي على منافذ المحطة بالكامل. بيتم أيضا تعميم مرور الكلاب البوليسية كلاب الأمن والحراسة داخل المحطة تمام، بالإضافة للخدمات النظامية والمباحثية المتواجدة على الأرصفة، وده بيتم تكثيف الخدمات طبعا بعد تشغيل إبري، وده أنا أعتقد أنه كافي جدا 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 لتأمين المكان. النهارده المفروض ان كلاب الحراسه كان بدات النهارده تستلم ان هي تبقى موجوده على محطات القطار وتامن، طب تفاعل الناس كان مع الموضوع ازاي؟ يعني هم تاقلموا ان هو في كلاب حراسه حواليهم؟ لا انا عايز اضيف لحضرتك حاجه مهمه جدا، كلاب الحراسه متواجده فعلا من فتره وشغاله، بس النهارده تم تدعيمنا بخدمات اخرى من كلاب الامن والحراسه، لكن هي متواجده والناس اعتمدت عليها والناس اتعودت عليها وليها دور كبير طبعا في كشف المعادن والمفرقعات. طيب هو بالنسبه طبعا حضرتك عارف الاحداث اللي في البلد وعارف ان في احيانا بتبقى في جماعات بتحاول تعمل مخططات ارهابيه او حوادث، طبعا النهارده بالنسبه لاول يوم لقطارات قبلي فممكن يكون في اي مخططات او اي حاجه، فممكن نعرف بس استراتيجيه يعني التصدي او ان هو منع الموضوع ده، او ان انتوا مثلا ما فيش حد يعمل مظاهرات جوه المحطه نفسها؟ أنا أعتقد إن الخدمات داخل المحطة كافية وعندها معلومات بخصوص التحركات اللي ممكن تحصل وممكن الأزمات اللي ممكن نواجهها بخصوص المواضيع دي، وإحنا مدربين وعارفين إزاي نتعامل معاها. ده بالنسبة للمحطة. بالنسبة خارج المحطة طبعا في تنسيق مع مديريات الأمن بالكامل، يعني في تنسيق كامل مع مديريات الأمن بيتم على أساسه التصدي لمثل هذه المحاولات، وأنا أعتقد إن الأمور ماشية وهادية والمحطة بالكامل مؤمنة داخليا وخارجيا، وبيتم تأمين الراكب منذ لحظة وصوله حتى تركه القطار. بنأمن منشأة، بنأمن راكب، بنأمن قطار. حضرتك شفت موضوع الاستيكرز القديم اتطبق برضو على الناحية القبلية، الراكب بيخش بشنطته بتتفتش نتأكد من خلوها تماما، يتحط الاستيكرز دي تبقى بالنسبة لنا جوه المحطة مؤمنة تم تفتيشها. في بعض الحقائب بقى مع الركاب ما تمش تفتيشها بنبتدي نتعامل معاها بالاشتباهات، خدمات البحث خدمات النظام بتبتدي تتعامل معاها، الراكب هو معدي ياخد شنطته ويقول له افتحها لو سمحت. بالإضافة والأهم من كده في كاميرات داخل المحطة بالكامل بيتم تصوير جميع أركان المحطة، حوالي 99 كاميرا مغطيين المحطة بالكامل، جميع التحركات دي عليها خدمات أمنية معينة بيتم متابعتها ومن خلالها أيضا بيتم تحديد الاشتباهات. إنما أنا أعتقد أن المحطة مؤمنة تماما وفق استراتيجية عمل دي بيتم فيها التنسيق ما بين الإدارة وما بين الوزارة. القطارات كلها بحاله جيده دلوقتي على اساس ان في 4 قطارات مكيفه اشتغلت وفي بعض القطارات المميزه. فالقطارات دلوقتي بنجهز بيها على اساس انها تستقبل الركاب، لان القطارات بقى لها اكتر من 100 يوم واقفه او في حدود 100 يوم. فطبعا القطارات حتى لو قامت بحاله متوسطه من الركاب، لان الركاب الراكب لسه ما عندوش علم ان القطارات قامت. وطبعا احنا الشرطه مامنه القطارات على خير ايام، يعني من ناحيه القطارات طبعا في مخبرين وفي الساده الضباط قايمين بعملهم على اساس تامين الركاب، واحنا بندعو الركاب انها تيجي لان القطارات بقت في حاله من ناحيه الامان ممتازه.
طيب حضرتك شايف النسبة، كنت موجود الصبح، شايف نسبة الإقبال على القطارات إزاي؟ شايف إن الناس متقبلة أو استريحت من هم المواصلات ولا؟ طبعاً طبعاً، يعني بالنسبة لقطر 978 قايمة الحجز كامل، ومع الوقت طبعا والتكرار هتقوم القطارات بكامل طاقتها ان شاء الله. احنا بنتمنى القطارات تقوم بكامل طاقتها، لان ده بيخدم ركاب الوجه الابلي. ولعلم حضرتك ان الاتوبيسات والميكروباصات كانت بتستغل عدم قيام القطارات دي، فطبعا قيام القطر ده بيخدم الركاب، واحنا بنتمنى القطارات ترجع بكامل طاقتها ان شاء الله. طيب بالنسبة للقطارات وجه إبلي، حضرتك يعني تأمين بيحصل فيه تأمين جوه القطر نفسه أثناء الرحلة، ولا مجرد التأمين مجرد ما الراكب يركب خلاص بيبقى التأمين خلاص؟ لا حضرتك، فيه داخل القطارات تأمين برئاسة الضابط ومعه أفراد قوات نظامية، قوات بحثية، أيضا بإضافة أفراد أيمن الهيئة موفرنا برضو أفراد أمن بيكونوا مصاحبين لقوات الشرطة تدعيم.